طبعا الأصداء على البرنامج كانت كلش جميلة، وبالنسبة للميك اب يعني شوية السحر شوية، يعني مو كل اللوكات يعني يعجبها الألوان الترابية، طبعا هي المعتمدة دائما يعني كل سنة، وحاولنا انه السنة شوية نكون كلش بسيطين باللوكات، يعني مو مثل العام، العام شوية كنا اجرأ، بس السنة شوية حبينا نكون كلش سمبل يعني، وكانت الأنواع الجوية هم يعني مو موافقة دائما ويانا يعني، فكانت يعني جو هيك جو بارد جو حار، فيعني هم يعني شوية اعتمدنا اللوكات كلش بسيطة سمبل يعني، وإن شاء الله عجبت جميع المتابعين طبعا. أستاذ عمر، يعني باعتبارك أحد أعضاء فريق إعداد برنامج جمهورية المملكة، اليوم تريد تحكي لنا عن تجربتك بهذا البرنامج وشون شفتوا أصداء البرنامج عند المشاهدين؟ الحقيقة إحنا حرصنا بهذا الموسم من جمهورية المملكة على استضافة شخصيات وصناع قرار وصناع رأي، التقينا وفتحنا الكثير من الملفات السياسية والأمنية، طلعنا بمحصلة جيدة عن مجمل الوضع. البرنامج كان محصل مشاهدات حلوة، لاقى أصداء طيبة، وإن شاء الله إحنا مستمرين ونكملين بهذا البرنامج إن شاء الله الموسم الثالث في رمضان المقبل إن شاء الله. يعني الملفات أكيد كانت تحمل رسالة ومعالجة لكثير من المشاكل اللي يمر بها البلد، قدرتوا تلتمسون نتائج هذه الرسالة؟ والله أكثر الضيوف يعني اللي استضافيناهم كانوا وزراء، صناع قرار وصناع رأي. المواضيع اللي فتحناها كانت بيها يعني مثل ما يقولون آراء متعددة، أثرت المشهد السياسي وأثرت المشهد الإعلامي. تدرين الملفات شائكة، حاولنا أن نغطي أكبر عدد من الملفات، والحمد لله والشكر توفقنا خلال هذا الموسم وإن شاء الله مستمر. يعني هي تجربة حلوة ومختلفة عن التجربة اللي نعيشها بالأيام العادية ويا برنامج القرار لكم. يعني تعرفين البرنامج ميداني خارج الاستوديو، مكان مكشوف، والظروف الجوية اللي تعرضنا لها يعني احنا كان عندنا أوقات يعني عدينا البرنامج ويعني استعداد للبث بالجو بمدة أقل من ساعة، فكان عمل كلش متعب بس حلو، مواقف تذكر، مستحيل مواقف نقدر ننساها، خاصة بالمطر اللي ما نعرف شو وقت ممكن يطلع لنا وما يطلع لنا بالأيام اللي مضت، وإن شاء الله نبقى نعيدها كل سنة ومستمرين بها. شو شفتوا أصداء البرنامج بالنسبة للجمهور؟ يعني مو جديد على دجلة أنه تقدم برنامج مثل القرار لكم أو جمهورية المملكة، فبالتالي هو أكيد إلى صدى واسع، وهو يعني برنامج السياسي الأول بالنسبة لنا. أنت شغلك بالضبط شنو كان بالبرنامج؟ إحنا عندنا جزئين دوري جزئين بالبرنامج، الجزء الأول هو المونتاج الأصوات اللي تعرض بالباكراوند بالخلف، وبنفس الوقت البلاي اوت هو جزء خاص تقني لعرض المواد الفيديوية او التتر مال البرنامج بالجو.